لي كامل لحلي نشكر لي كوتش راني فرحانة بزاف كي ربحت. على أي أساس كان اختيار ملكة الجبل؟ كيفاش اختار؟ على أساس ثقافتها في تقاليدها في عاداتها في طيبة قلبها في الابتسامة تاعها في الأعمال الخيرية. أنا حالياً أنا مانيش نشوف المواقع الوصول الاجتماعية لا ينتقدوني الناس اللي ينتقدوني قلهم ربي يهديكم واللي يشجعوني قلهم بارك الله فيكم وربي يحفظكم إن شاء الله.